قلق بكين وواشنطن من خطورة استخدام السيارات الكهربائية كجواسيس متحركة انعكس عبر سلسلة قوانين طالب بها مشرعون أو بدأ العمل بها بالفعل. في مارس 2021 أصدرت السلطات الصينية قراراً بمنع دخول سيارات تسلا إلى مقرات المباني الحكومية والمؤسسات الحساسة، كما أجبرت تسلا على فتح مركز للبيانات لتخزين جميع البيانات في سياراتها في الصين. نحن في العام ذاته، لكن في يونيو منعت بكين أي سيارة تسلا من السير في منتجع بداهي في إقليم هيباي لمدة شهرين. وما هو السبب؟ المنتجع كان مقر التجمع السنوي للمسؤولين الحاليين والسابقين في الحزب الشيوعي. بعدها بأسبوعين تكرر الأمر في مدينة شينغدو، وهذه المرة السبب زيارة الرئيس شي جين بينغ. أما واشنطن فتأخرت عن بكين في تشريع القوانين ربما لانشغالها بهاجسي هواوي وتيك توك، لكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أصلاً. الجمهوريون بدأوا في الضغط على إدارة السلامة على الطرق السريعة لفرض قيود على السيارات الصينية، وربما أغلبيتهم من مجلس النواب يساعد. التنافس قائم على التفوق في صناعة السيارات الذكية ذاتية القيادة أيضاً، والأفضلية مع بكين التي تتفوق في معدن الكوبالت وبطاريات الليثيوم، وحتى أن بعض التقديرات الأمريكية تشير إلى أن حصة السيارات الكهربائية وذاتية القيادة الصينية في السوق الأمريكية قد تصل مستقبلاً إلى 10% من إجمالي عدد المركبات في الولايات المتحدة.